بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسسوارات مدام هويدا بحييكم. النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل عقد واسورة من حبات اللولي اللي هي مقاس 14 وكرات الاستراس الملون بطريقة جديدة. ان احنا النهاردة هنستخدم الخيط المطاط ده، خيط مطاطي 1 ملي والمقص والخرز. تعالوا نشوف ازاي هنعمل. اول حاجة بقطع عندي خيط كبير كده طويل، وهقول لكم ليه بقطعته طويل، وهبدأ ألطم فيه كده. بالطريقة دي كده اهو. وهلضم بالتناوب كده، يعني مرة واحدة لو حبة لولي وبعديها استرس بالشكل ده كده اهو. هخلصهم وارجع لكم بالشكل ده كده. انا خليت الطرفين قد بعض، ونفس العدد هنا هو هنا. ادي كده العضو هيتلبس بالطريقة دي كده، هيبقى ويمط كده واسع وسهل في لبسه. هبدأ بقى انا عندي الطرفين دول هربطهم كده، اعمل كذا عقدة بالطريقة دي كده، والف الخيط تاني من تحت كده بالشكل ده، كذا عقدة بالشكل ده كده. وبعد كده اعمل ايه بقى؟ الطرفين دول همشي كل طرف فيهم في الخرز ده كده، يعني مش هقطعهم، مشيهم بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اخلصها وارجع لكم. وانا بمشي الطرف بعمل ايه؟ بروح عامله عقده كده بالشكل ده كده، عقدتين، عشان لما اجي اقصه ما يتفلتش. واروح ممشيه تاني اكمل كده. باجي برضو هنا اعمل عقدة كده اجي هنا. خلاص الخيط قرب يخلص اهو، اعمل كذا عقدة بالطريقة دي كده، واكمل الباقي عندي كده اهو. وممكن اقص الباقي كده، اصبحت جميلة هي وسهلة. بنفس الطريقة هعمل الطرف التاني كده، اصبح ده شكل العقد بالطريقة دي، بيتلبس كده واسع اهو، فيبقى بسهولة وبقى شكله جميل. انا مرضتش اجيب سلسلة ولا اجيب اي معدن، انا مرضتش هنا ان انا اجيب المعدن، سلسلة معدن او قفل معدن، علشان المعدن في الصيف بيصدي وبيضايق، فانا حبيت اعمله كله بالاسك الخيط المطاط اللي هو ده. انا دلوقتي هعمل اسورة او غويشة بنفس الطريقة، وهقص كده الخيط بتاعي طويل برضو، وهنشوف هنعمل ايه. هبدأ الضم نفس الحبة بطريقة كده،
بنفس الطريقة هخلصها وارجع لكم بالشكل ده كده. التصويرة كده خلصت، نبدأ اقعد كده كذا عقدة ونلفها من تحت. الخيط ده بقى هعمل فيه ايه؟ همرره في كل اللولي بالطريقة دي، في كل الخرز كده. بنفس الطريقة همرر الطرف الثاني لحد ما يتقابل مع الطرف الأول، بعد كده نعمل عقدة. كده يقربوا اهو. افضل اعمل كده لحد ما يتقابلوا. دخلهم كده، كان المفروض ان انا قصيت الخيط اطول من المرة دي، يعني كان اطول من كده كان يبقى احسن. هو انا خلاص كده قربت اقرب اهو. بالطريقة دي كده اعمل العقدة. وأقص الباقي وبكده بقت متينة الأسويرة بتاعتي أو الغويشة بتاعتي كده، مفيش أي خوف خالص. كده سهل ايه لبسها اهو بالطريقة دي كده، بتفرجها لكم. بنفس الطريقة بنلبس العقد بنفس زيها بالظبط، وهيبقى جميلة سهلة اللبس واللبس سهل الخلع كده. ده يعتبر طقم العيد جميل حلو لأي بنوتة.